قبل ما ننتقل ونكون مع هادية، كمان بدي أذكر كل يلي حابين ومهتمين أنهم يلتقوا بفريق عالم الصباح. رح نكون بين 6 و9 الشهر الحالي أدار بمعرض إن شيب يلي رح بينطلق بيه البيال يوميا. عدد كتير كبير من المذيعين والمذيعات رح بيكونوا موجودين هناك بالستاند الخاص بفيوتشر تي في بعالم الصباح، وفيكم تروحوا لهنيك بالإضافة إلى أنكم تزوروا المعرض كمان تلتقوا فيهم وتطرحوا عليهم يمكن الأسئلة يلي بعد ما ثاقبت وطرحتوها عليهم. هذا بما يختص إذن بين 6 و9 الشهر الحالي. إنما هلأ بعالم الصباح شو عنا؟ ربيع وصيف 2015 أكيد مع هادية. كنت بدي اقول ربيع وصيف 2016 لانه انت صرتي هونيك. لا مزبوط معك. اول شيء صباح الخير، صباح الخير هذا، وصباح الخير لكل مشاهدينا. مثل ما بنعرف اصلا، مثل ما عم تقولي اصلا، هلا تقديم مجموعات خريف شتاء 2015 2016 بلشت تظهر، بين ما ابتدت من نيويورك للندن لميلان وهلا قريبا بباريس. بس بحب اخبركم انه الشتويه رح تكون شتويه كثير حلوه. بعدنا عم نحتفل بالالوان الحلوه وبالبرنت يلي كثير مميز وكثير حلو. على كل حال اكيد هلا كل الاشخاص، في كثير ناس يمكن بحبوا فصل الشتاء بس بفضلوا فصل الصيف اكثر، لانه بالنسبه لهم في فترات حلوه ومميزه بهيدا الفصل، خاصه الربيع والصيف، وما بحبوا يلبسوا لايرز وطبقات كثير، وفي منهم ما بحبوا الصوف ابدا ولا الجلد ولا الفرو كليتهم، بس بفضلوا فصل الصيف. بس في منهم، انا مثلا من الاشخاص، انا بحب كل المواسم، بس بالنسبه لإلي مودة الشتوية بحسها هيك انيقة اكثر من اجمالا من الصيف. هلا الصيف حسب انت، بس بالصيفيه ايام لما بصير الشوب، شو ما كنت لابسه بتحسي حالك مش كثير موسخه وبشعه وهيك. سو هيدا الفرق بين الشتاء والصيف. بس كمان هلا الشتاء اذا كنت لابسه كثير حلو وانشطت عليك ما كان معك شمسيه كارثه. على كل حال مثل ما بنعرف، بعد من لما ابتدت اسبوع الموضه بباريس لليوم عم نفرجيكم كل شيء صار بباريس من العروض لتتمتعوا فيهم، لان مثل ما بنعرف بهيدي الفترات كلياتنا بكون محتارين شو بدنا نشتري، شو بدنا نوصي لمناسباتنا الخاصه. هلا اكيد في موجود مجموعات كبيره بالاسواق لما بتجي للبريتا بورتي، الاشياء الجاهزه، بس لكن لما بتجي للكوتير، كوتير بده مناسبات خاصة. وفي ناس كتير كمان ما بحبوا يلبسوا اصلا ريدي تو وير، ما بحبوا يكونوا مثل غيرهم، بحبوا يكونوا عندهم مجموعات خاصة لهم، من هيك بيتجهوا للكوتير. وهلا بنلاحظ الكوتير النظرة له عم تكبر اكثر واكثر، اجت فترة خفت شوي، بس هلا بنلاحظ حتى النيو جينيريشن بدهم اشياء كاستم ميد لهم، قطعة خاصة لهم، تكون قطعة مثل مجوهرات بالاخر. المصممين على طول اكيد بيبدعوا بفجروا مواهبهم بالكوتير، واليوم رح نشوف سوا من احدى المصممين اللي عندهم كثير سكسي بعالم الموضة وبعالم الكوتير بالتحديد، هو جوبيستا فالي. فالي هالموسم حب يستوحى من عدة مصممين بالفترات القديمة، والأكثر منهم بنعرفها هي كوكو شانيل. هيك بنحسهم استوحى من هيدي الفترات الاربعينات والخمسينات، بس لكن عملها على الايدنتيتي تبعيته. بننتقل وبنشوف سوا مجموعه فالي، واكيد مجموعه الكوتير لربيع الصيف 2015. انا علي اخذتك على الخريف. لا خلينا بالربيع، يلا خلينا بالربيع لانه بدنا نتمتع بالصيفيه. اكيد. We'll be right back.
Les Alpins, tu tournes sur le boulevard. Le matelas à même le sol, tout de suite à gauche quand on ouvrait la porte. Il suffisait de faire un pas et on était sur le lit. Le balcon n'en était pas un, mais l'expression fumée sur le balcon était malgré tout employée. Il n'y avait pas de réfrigérateur, juste une bouteille de lait et du beurre suspendu à l'extérieur dans un sac plastique. Et il se demandait comment les choses seraient envisagées au mois d'août. Un appartement pour ne pas réfléchir, passer à autre chose après une longue histoire. Il sentait bien qu'il arrivait un peu tôt dans le programme, et certains soirs, en la rejoignant très tard, il défaisait ses chaussures dans le couloir pour ne pas la réveiller. Si tu viens me retrouver, n'oublie pas mes petits souliers. Si tu viens me retrouver, عن جد اصلا فافي انه هلا في كثير مصممين غاده بالمجموعات تبعينهم هيك انه اندايركتلي خاصه انه هلا ما عملوا الافون بريمير لفيلم سندريون بتحسي قصص الفيري تيلز بلشت معنا من السنه الماضيه بالعناوين بالموضه الفساتين الكبيره يلي بتخليكي تحلمي وبعدها مكفيه معنا هيدا الاجواء وهيدا الشيء هذا شفناه اصلا عند فالي واللون الستار كان عند فالي هو الروز يعني لافيون روز بعدها مكفيه معنا كثير اشياء من السنه الماضيه بعدها مكفيه معنا لربيع صيف 2015 يعني فينا نقول انه تقريبا الموضه بتضاين تقريبا 3 سنين بتعيد حالها بتبلش شوي بتعودنا اول شيء بالاول بعودونا شوي شوي على شو هن الاشياء الدارجه بعدين بنتعود ومنصير بنلاقيهم كثير بسيطين بعدين بيرجعوا بيجونا بلوك جديد وبمود جديد بس هلا الاجواء اللي جايه ممنوع نرتاح دائما شوك ونتغير اكيد 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 لازم 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 هيك بس هاي لاحظت كثير في كثير عند المصممين رجعونا كثير على فتره الهيبي ستايل في منهم رجعونا على فتره الاربعينات الخمسينات السبعينات والثمانينات والتسعينات في كثير اصلا الاجواء اكثريتها تسعينات اجمالا بس هي التسعينات اصلا اذا بنرجع لتاريخ التسعينات كانت هي الحنين للماضي كلياته. على كل حال نرجع كمان مثل ما بنعرف الكوتور مصممينا اللبنانيه بضووها
بتصاميمهم وبابداعاتهم. اليوم رح نشوف سوا مجموعة المصمم جورج شقرة. جورج شقرة اكيد صار له فترة طويلة بيقدم بفترة اسبوع الموضة للكوتور، مجموعته للكوتور، بالاضافة عنده مجموعة ثانية اللي هي اديشن باي جورج شقرة اللي بيقدمها بيعمل الشوروم بنيويورك فاشن ويك. اما هيدي المجموعه كمان سوحاهم من عده فنانين، من عده رسامين، هيدا الشيء اللي انعكس على الكات ووك بالالوان المختلفه والقماشات المختلفه، يعني فينا نقول مثلا التواليت كيف كانت انعكست على الكات ووك بمجموعته لربيع صيف 2015 لكوتيو. ننتقل ونشوف سوا هالمجموعه اللي جرت بباريس. Oh.
but for a while it all made sense. It might have been just a dark pretense, but you had me. يعني فينا نقول مجموعة من فينا نقول انه وجعني قلبي من الاخر هذا حلو لما غير انه يوجعك قلبك انه يعني بتشوفي انه كيف كل فستان هيك مختلف عن الثاني بس بنفس المود كلياتهم هيك كلياتهم بنفس الهارمونية كلياتهم وبالاخر فستان العروس اللي كان شوي فونكي مطبع بالورود الفونكي يعني الفونكي كلاسيكال فينا نعتبره يعني بس يعني بعدنا بنلاحظ الاجواء هالسنه الانيقه كثير لاقصى درجه عن اكثرية المصممين بس عن مثلا شقره بنحس كمان مكفر فيري تيل بالاناقه الشيك كثير. هيدا كان كل شيء لليوم بالكوتير. انا بشوف ان شاء الله مشاهدينا نهار الجمعه وبنكفي سوا اجواء ربيع الصيف 2015 كل النهار اليوم هلا رح نتذكر الخريف. لا لكن رح ننطرك النهار هلا الفاشن ويك ما لانه هلا عم ماشي انا قاعده عم بريق فبصير بالفاشن ويك لكن نهار الجمعه ونحن رح ناخذ بريك بهالوقت بعالم الصباح. خليكم معنا.